يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارد برجع لكم بمقطع جديد من خلاص قناتي كلها صارت ديسات. امس قلت بسوي مقطع سب في الكابوب للمرة 50 وبوم نزل علي الديس مرة ثانية. خلاص تبغون اغير اسم قناتي ولا ايش؟ اسميها ويست كوست جيس كلاش رعرع مدريش. انا يوتيوبر بريء، كل اللي ابغى اسويه هو اني اسب الكباب والتيك توك واطلع فلوس من الحاجة دي عشان اكل سجق. بس دام انه الحاجة دي فيها مشاهدات خلونا نكمل، يو نو وات ام سين، خلونا نشوف ايش قالوا بالضبط. اخش لك رافع ايدي دايم جاهز لاني مقاتل. دايم سبوكي دخل في الموضوع على طول، ما في سلام عليكم ما في مقدمات، على طول تشغل المقطع تسمع اخش رافع يدي بسم الله الرحمن، وماسكين سلاح فنينجا، واحده مكتوب عليها براون واحده مكتوب عليها باري، جالسين جلسه عصابات مدريد. ما السلاحف ما يسوى حاجه في الحياه، جيبوا هامستر جيبوا ثعبان، انا ما عندي مشكله اصير السلحفاة عشان ارتاح من البشر، ما عندي اي مشكله نهائيا، هذه ما هي اهانه، كملوا بارك الله فيكم. انا جاهز لاني مقاتل، استلم مني هذا الرد لكني احسك مجاهد، اشوف ترى مره شاشه ايش فيك قاعد ترجف، اليوتيوب رفعته بسبب عرفته انا الواصل، تعال عندي ارفع سلاحي هيد شوت بدون تفاهم، تافع على ناس غافل عيد البار وواصل، أدخلك زنزانة أنت وصاحبك فراري يمكن تتنازل. هيا شوف مسوي فيها الرئيس الوزراء، أدخلك زنزانة انفراد، ما تقدر تسوي شيء، وأنا أصلا ما حد يقدر يجيبني، لو افترضنا واحد رفع علي قضية بدي فلوس التاكسي اللي يمشي بها المحكمة ما حد يقدر يجيبني. لو مرة اغير اسم قناتي لباريستيوب واجحد باريتيوب ما حد يشوفوني الا في يوم القيامة، لا حد يحاول. اعرفك على ابن عمك هذا علامة صفراء امسح. بالكلام انتو الاول اما في الافعال انتو الاخر، من اللي احسكم انسى واحد ابداعكم جدا متخاذل. هذا الدس ولا حصة لغة عربية؟ ايش اللي ابداعكم جدا متخاذل؟ هذا كلام يقوله استاذ القراءة. يا ابني انت حاولت في الامتحان بس ابداعك كان جدا متخاذل للاسف. وات از ذس؟ دسوني زي الناس يا اخوان، والله ما ينفع كذا، صاحي سهران على فاضي. انا الفلو انا البيت انا اللحن، روح اعمل بيت من سوق اللحن، شوف معلق على الترند الاول، هذا يصير لما تستعين باللغو، اطعنك بدون ما تدري في ظهرك، وبعدين اخلي خويك يدفنك، واركب الفكتوريا وادعس على صاحبك. قلب من مدرس لغة عربية لسفاح في 3 ثواني، اطعنك في ظهرك واخلي خويك يدفنك بعدين اركب الفرد وادعس جدو. This is some psycho shit. الواحد دحين ما يقدر ياخذ حذره من سبوكي ولا الكبوبين اللي يبغوا يقتلوني من كم سنة. This is confusion. انا القديم والجديد لا تحاول اسيطر هنا وافرض هيبة حاكم، اديك الجيك بدون ما افكر واعطيك مليون بدون مقابل. يقولون كل اناء بما فيه ينضح بران، خليك على صوب شوي لو تسمح، باري انا مو فاهم لو سمحت بس اشرح كيف القافله تسير وصاحبها ينبح. هيلنا خلوني سلاحف، خلوني كلب انبح، ما قد نبحت، متى فتحت مقطع وقلت هو السلام عليكم، ما قد صار الشيء ذا، هذا افتراء ولا ما هو افتراء؟ اوكي البار جامد لازم اعترف، البار ذا قوي، الا لعنة الله، مين الادمي ذا؟ انا ايش سويت له؟ ويتمين افتح قناة. هيرنا لاعب فورتنايت، خلونا نشوف مقاطعه. بسم الله الرحمن، الادمي ذا ايش بو مستعجل في حياته زي كذا، ابغى اعرف ليش يتكلم كأنه سونيك؟ ريلاكس، هذا تلقاه ينام كوب يصحى على طول جق يشرب مويه بوف يمشي الجامعة كع يرجع دب يسوي مقطع السلام عليكم بوف يخلص 5 أيام في يوم واحد. وأنا أقول ليش اسمه المالود؟ لأنه معناتها مالودة مستعجل يا مان، يو نو وات أم سين. أوكي خلونا نكمل.
تنافس موازينكم مني الله يعينكم ملايين مشاهدات ترى مو من زينكم سرقة محتوى وتصير أراجوز هذا فيديو تعليمي من باري كيف تجيب فيوز برون مين هذا من وين الاسم أتوقع من حليب شوكولاتة كامل الدسم اسمع وابتسم ركز والسجم أول دس في هذا البيف كلمات تنفهم ما لا تسوي فيها واو احنا حاقين أوكسفورد نقرأ ونكتب كلماتنا تنفهم بروفيسور الوحيد اللي ما فهمت كلماته لين دحين هو سبوكي ايش قال في الدس ذا بالضبط لين اليوم ما حد عارف ولا واحد في العالم فهم اللي قاله يمكن يكون سوى اقوى دس في العالم بس ما احنا دارين لاننا ما فهمنا شيء يمكن صرف لنا كلمات بابا تليفون بس ما احنا دارين لانه ما حد فهم شيء وجه الكلام ذا له انا مالي صلاح لو مرة ما فهم شيء قاعد اكتب الكلمات في كل مقطع روح العب سكوت مجهز تابوت هنوني ولا صوت ما بيلك ولا حس تجيب سيرة كوت تجهزه للموت خلاص فوت الفوت من بعد هذا الدس كنت ميتا في بحور الدس مسحوقا دقيقا هيل نا فشخوا فكرتي تشيلوا اختراعي وتستخدموا ضدي انا اللي اخترعت الدس بالاناشيد انا اول واحد سواه في العالم حقوق النشر ديوان لوكا دي ما اقول الا اتقوا الله بس جاني باري وبرون من وسط درب الحديقة وقفت وقررت ان ابادر وافوق انا اسف ما كان المفروض اسوي اللي سويته اوكي هذا ما هو دس هذه مبادرة صلح دقيقة خلونا اسمع غنستك في لحظة لي هدمت اللي بنيته اتمنى ان تنتهي هذه الحرب ارجع لي كوني بليته مشاراتي قد اسرعت في التنازل والهبوط ما ادري متى ترجع قلبي يصبو اليها حز في الجيمنج عطوني كاميرا قصة قصيرة الترند من زمن والله ما ادري ايش اقول دخل الشيطان بيننا والله دخل الشيطان كلنا يوتيوبر صح اننا ما نعرف بعض بس بيننا المودة والاحترام فرقنا ادسنس فرقتنا الاعلانات والمشاهدات وادسنس هذا ما هو الدس على ادسنس اكن لكم كل الاحترام مستحيل اغلط عليكم جيبوا لي اعلانات زي الناس اوكي خلوني اكمل ونسينا انه الدنيا فانية نزلنا الدسات على بعض نزلنا الدسات بالاناشيد على بعض وكانت فكرة يعني انا اللي اخترعتها اوكي بس برضو سبوكي بادر بالصلح ونشيده كان جبار ومؤثر بصراحة وخيركم من بدأ بالسلام وعلى هذا الاساس انا اعلن اني ارفض الصلح What are you talking about? انا انبح وتسرقوا فكرة النشيد نزل عليهم دس بالاوبرا خلونا نشوف دي بتسرقوها كيف وروني بتسرقوها كيف من دبابي بدبابو بدخل جواك السلام بارس طورة فنان كورة واصنان بيضاء جسمه جيد كأنه جون سينا تيمور بومبا سبوكي ملودا تيدوها باش حبوكا سكتم من ياما سكتم من ياما
الدنيا سبوك يا مالورا المهم زبدة الموضوع استمتعت بالدسات دي كلها اللي صارت اخيرا في شوية انترتمنت بس احس خلاص بديت تطفش منها والشيء اللي تطفش منه ما حتقدر تبدع فيه عشان كذا ما حنزل اي دس بعد كذا خلاص طفشت وبرضو لا احد يحسب اننا متضاربين ولا حاجة صح اني ما اعرف سبوكي شخصيا وما اعرف الملوت شخصيا بس ما اني شايل عليهم اي شيء الوضع فلة فاهم كيف لو قابلتهم بكرة بجلس معاهم ولا كانوا صار شيء واخيرا وليس اخرا انا احسن واحد يسوي الدسات في اليوتيوب اي يوتيوبر عنده مشكلة ينزل لي في 2020 دحين ما عندي طاقة خلاص ابغى انام والله في نوم قفل المقطع ده.